الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافة. كل نهار كنتقاسموا أخبار متنوعة، وصميت في بداية الحلقة بغيت تكلمنا على الماس. أغلى ماسة في العالم وهي البلو رويال، نادرة جدا، تزن 17.61 قيراطا، وهي أكبر جوهرة زرقاء في العالم، لا تشوبها شائبة. سيتم بيعها على مستوى دار المزادات دار كريستيز، والثمن ديالها يقدر يكون ما بين 35 مليون دولار حتى 50 مليون دولار. طبعا ماسة غالية جدا جدا، وقد بقيت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاما. نشوفوا أخبار واحدة أخرى في زابي. توجت 3 ميداليات مغربيات بالميدالية الذهبية في مسابقة الأولمبياد العالمية للروبوتيك ببنما. الفريق المغربي نوفا إكسبلوررز الذي يضم كل من نور الهدى، مريم، نهى والمدربة مها، والذي يمثل مركز أكتيف لابس بطنجة، تمكن من الفوز بعد حصوله على المركز الثالث في صنف مبتكر المستقبل فئة الناشئين في ظل مشروعه سكاي لينكر. للإشارة، المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد المتوج من بين أكثر من 70 دولة مشاركة. تنطلق اليوم مدينة الدخلة فعالية النسخة 13 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر تحت شعار القراءة جسر ارتقاء. دورة ستعرض مشاركة 32 عارض من دور نشر وطنية ومكتبات محلية ومؤسسات عمومية تعنى بالكتاب، وستشمل برنامجا ثقافيا موازيا، ندوات فكرية، أنشطة لدعم ومواكبة المؤلفين، وأنشطة تربوية للأطفال. تتواصل بروما فعالية الدورة 29 مهرجان ميدفيل بمشاركة المغرب في 4 فئات مختلفة: الشريط الطويل كذب أبيض أسماء المدير في المنافسة الرسمية، الفيلم القصير أيور زين بوكريم جائزة ميديكسيس، وأيام الصيف الفوزي بن سعيدي ووراء الكواليس لعفاف بن محمود وخليل بن كيران في أتلانتا. غزلان أكزناي فنانة تشكيلية كتعتمد بزاف على الأشكال الهندسية والألوان في اللوحات ديالها. كان آخر معرض لها هو جينيسيس 21-12 بلا غالغي 38 بالدار البيضاء. سونا على أول وآخر مرة لها في مجموعة من المواضيع عندها علاقة بالفن التشكيلي، وكانت هذه هي الأجوبة. غزلان أكزناي أرتيست فيزوال على برنامج بوب-أب. أول مرة اللي جي بانسي أ دوفينيغ أرتيست سيتي يا 10 أن 2013، كنت خدامة أ ليبوك، وكان عندي هاد لانتويسيون تخي فورت كو يفالي كو جو فاس دو لار. Le tableau les rassemble, c'est en 2013 quand j'ai commencé à explorer le chemin d'Yel Fun. La première exposition personnelle, Kansena, à la galerie 38 en mars 2019, et ça s'appelait Totem. Chez Wahed Gali, Bianna, Ajbou Bzef, le Marid, et que ça le faisait voyager. Donc moi j'étais très contente puisque Hadawa le but d'Ali. Aoul Mara fache chez Wahed Ma'ilti, chez Jani, Bachinder l'art, c'est quand j'ai fait Jidar en 2018, où Chafou avec le mur, l'idée de le musée de la façade Mohamed VI. Et c'était un grand moment pour moi, pour ma carrière, et je pense que les gens autour de moi, Chafou Bienna, voilà, j'étais engagée dans la voie professionnelle en tant qu'artiste. تكلمنا في بداية الحلقة على أكبر ماسة في العالم واللي غتباع قريب في مزاد علني. هذا المزاد العلني غادي يتباعوا فيه 10 ديال المجوهرات، من بينهم ساعة كانت للنجم مارلون بروندو. ساعة النجم مارلون بروندو هي غتباع غالية بزاف، ولكن بلو رويال هي اللي غتكون الأغلى على الإطلاق في هذا المزاد. شكرا لكم على متابعة البرنامج، كنتمنى أنكم تكونوا قضيتوا وقيتة زوينة معنا. يمكنكم تعودوا تشوفوا الحلقات السابقة عبر موقع قناة ثانية دوزيم بوينت ولا لابليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.